ابتداء أنا لا أعتقد بأن هذه الحكومة على الإطلاق رئيسا ووزراء مجلس وزراء يحظوا بثقة الشعب الأردني على الإطلاق. نعم. فهؤلاء حقيقة لا يشعروا بمعاناة المواطن الأردني. فطاولة الحوار تكون بين طرفين يفهمان بعضهما البعض. على حكومة الملقي إما أن ترحل أو تقال أو تستقيل بشكل فوري، وقبل ذلك أن تسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي قدمته إلى البرلمان، لأن هذه الحكومة والله لو تشعر بحالة المواطن الفقر الموجود في جيوب الفقر بالمحافظات لما تجرأت على أن تتغول على قوت المواطن. أنا أقول أن طاولة الحوار يجب أن تكون مع حكومة تعي تماما ما هي معاناة المواطن.